عجوز مجنونة بالهند قررت تاكل اهلها. سمعتوني صح، يعني انا بجوع بس ما بتوصل لهون. وبما انه عندي الخبرة بمحاربة العجائز تطوعت، والله بالغصب انا ما بدي، وقررت بكامل عقلي اني انقذ العيلة. فجايز ما تنسوا تعملوا لايك وتروحوا تتابعونا على الانستغرام بكاندرسكور كي، قربنا على 100,000، فخلينا نوصل 100,000 قبل نهاية السنة، فالكل يروح يتابعني وبترككم مع الفيديو. عم بيحكولي انه هاي كاملة جراني كان على وجهها ابتسامة كبيرة وكانت سعيدة جدا ومليئة بالحب والسعادة، وفي يوم من الايام فجأة تعبت ومرضت، بعدين تحولت لوحش. ياي حماس. بلشت تاكل الناس. اكلت اول اشي جوزها وبعدين اكلت باقي العيله. فوبيا جديده، فوبيا العيله. ونحن الابطال اللي جايين نقضي على كامله جيران الهنديه. يا اخي ليه انا لازم اكون البطله؟ اوكي يا ما، نو 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 نو. قصص عائليه، انا ليه اتدخل بقصص عائليه؟ الدنيا عتمه كثير وانا مش شايفه شيء، مكتوب شيء بالهندي فمش حفهم اساسا. بدنا كي يا اخوان، ما مش فاهمه، ما فهموني يعني، حطوا لنا ترجمه اتليست عشان افهم. 2478 نحب المستقبل. طلع ما عندي مفتاح. بداية تبشر بالخير. حلو، وصلنا لبيت كاملة، الواضح انه العيلة كلها بيو. برجع بحكي مشاكل عائلية، شو دخلني بالمشاكل العائلية؟ مش مشكلة. ايه في ورقة، انت اخر حل النا، انقذنا. نو. لقيت طاسة. ليه لقيت طاسة؟ السلام عليكم ياي. صار اصير وفي اشي هون بقدر امسكه بس مش قادر انه يعني ما رح ارتعب من اشي زي هيك، ما انا بيك ام برو بلاير. تمام، طيب بدنا نطفي النار الواضح. ايش هاد؟ بنجيب العصاية هذيك عشان نشغل الفيش فيش بئر الماء. اوكي عبينا المي. هل انا حابه اطفي النار؟ نو. هل انا حابه ادخل انقذ العيله؟ نو. يا اخي مش سوبرمان انا بيكا. زي ما بتعرفوا هزمنا جراني مئات المرات، ما خليت لعبه توقف بوجهي. لا 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 لا، تليفونات ترن. السلام عليكم، وانتم بس هيك بترنوا الجرس بدون ما تردوا؟ يعني ايش قله الادب هاي؟ حلو بقدر اتخبى. هذا لا يبشر بالخير. كنت افكر بذكريات قديمه ثم تذكرت اني رجعت الى البيت متاخرا بعد ما لعبت الكريكت. اللي ما بيعرف الكريكت جايز، كيف ما بتعرف الكريكت؟ عم بيحكي انه بعد ما رجع من الكريكت كان يتخبى حرام بالخزانه. والله الحياه صعبه. كاميلا هذه انت قبل ان تتحولي؟ ايش المفروض اعمل يعني؟ مش فاهم ايش المفروض الاقي. اول شيء عتمه. حلو بدي مفتاح. يا اخوان والله عتمه. السلام عليكم، وين كاميلا؟ او ما تطلعي، ما انسي اني سالت. وش ده؟ لقيت مفتاح للكابينت. كاميلا ليه هي المخلوقه مهووسه بحالها؟ حطيت لي صورها بكل مكان. ما في صوت، بلاش تخاف. لا متنا، في حدا عم بيركض. والله ما انا مرتاحه لهالبيت. لا والله ليه طلعنا برا؟ عندها زي جراني، سبحان الله، كلهم يتشابهون. الله ياخذك. ايه لقينا اشي. ايش هذا الصوت؟ انت ورده سندريلا. احنا كبار ما بيخافوا. واو ليه كاتبين لي فوند كامل على اليمين؟ ما بدي. اي ثينك لازم احط هاي هون. سيامو. لا 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 لا. ايش هذا؟ سامع صوتها. في اشي هون بس ما عم بيفتح. معي مفتاح هذا الاشي. لقيت ماء مقدس. استنى شوي، وش ذا؟ ليه بتسكر الابواب هكذا؟ لم تعجبينني. كاميلا ما تردي. يا الله رح تجيني هلا. لقيت راس. لا 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 لا. شفتوها؟ هذه بتعمل هي هي، جاءت ضحيتي الجديدة. شو يور سيلف. نو نو ثانك يو، اي دونت وانا. جايز ليش جراني الهندية بتخوف اكثر من جراني العادية؟ كاميلا اي لاف يو. صرت ارج. وطي الصوت اول اشي لانه فيلم رعب هذا اسمه. انا ما عمري خفت هالقد. ايش هاد؟ اوقع اوقع اوقع. اجت 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 اجت. وي ار ديد. ام الايف ام الايف ام الايف. جايز ما عمري رجفت من جيم. اتس فاين. اما بخاف. وين الاشي اللي كان معي اللي لما متت راح؟ هي هناك. يا الله بدي ارجع اخذه حتركض علي. في صوت. حضل متخبي للابد. بني ادمه انا خويفه. يي يي يي، عم تركض زي المجانين. حنطلع حنموت. حنطلع، ما حنسمح لك كاميلا تقضي علينا. اوكي خلينا نسكر الابواب ونكمل تفتيش. هذا ايش وايش اعمل فيه؟ اعطوني راس مطلع لسانه. انا متت. ام ديد 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 ام ديد.
أنا حزينة، الموضوع كتير طلع أصعب مما كنت أتخيل والله. بليز ما تطلعي لي. والله اسمعي أحكي لك إشي، ما بعرف حبيتك، حسيتك أقرب لي من جراني، ما بعرف قلبي أحبكي. ياه هاخد هاي وراح أموت. أوكي ناخد هاي ونركض على الخزان، ناخد هاي ونركض على الخزان. كنت عم برقص ما سمعت شو حكيتي. اوه طلعوا الحيوان، حطت لي جرس بنص البيت. ايش هذا الاشي؟ something can be بنحط اشي هون. اوكي معي راس واحد ملاوق، وين احطه؟ مشان الله مشان الله مشان الله مشان الله. يا خسرت. هاي كاميلا، يلا قلت لك قبل هيك قد ايه بحبك. اسمعي بتعرفي اني انا مو من العيله اصلا. ايه متنا، ريستارت بليز، رجعوني عند مكان اوريدي انا عامله فيه اتشيفمنتس، رجعوني من الصفر. جايز اللي اكتشفتوا انه كاميلا بتطلع بعد فتره، فنحن لازم نستغل الفتره هاي اللي كاميلا مش طالعه فيها. اوه في هون اشي بقدر احط فيه عليه ارقام. اوكي جود تو نو، في عندنا خزانه هون لازم نعرف فيها ارقام، وهون بدنا مفتاح. يا الله كميه الاشياء اللي لازم الاقيهم مخيفه. اوه لقينا المفتاح اللي انا هذيك المره. اوكي جود، انت اكثر بني ادم تمام ما عندك قدره على الركض عرفته بحياتي. اوه اوه في اشي هون، استنوا عم بحاول استنوا، يمكن لازم كل اثنين يطلعوا على بعض. حاولت كل الاشكال اللي ممكن تخطر ببالكم، الوضع انه لازم نلاقي حل هذا اللغز. عم بيحكي انه بضل يسمع اصوات غريبه من ورا هذا الحيط. اسمع مني وعلي، ما بدي اعرف شو في ورا هذا الحيط. قبل شوي وين لقينا الاشي الغريب اللي لقيناه؟ والله نسيت. اوه هيو هيو هيو. اوكي معنا الكابينت، في عندنا 7 ألغاز لازم نحلهم. اوكي وانا متفائل اني بقدر افوز، متفائله. اوكي هون لازم نحط اشي. الفيلة تحت يسار يمين يمين تحت يسار يمين يمين، أجربتهم كلهم إلا هاي صراحة. أوه سيامو، بنحط هاي، بنروح بنفتح تبع الفيلة قبل ما نحط الهولي ووتر، لأنه هي كأنه كل ما نحط إشي بتنجن. مش ناقصني جنون. أوكي بسم الله، بسرعة بسرعة، تحت يسار يمين. أوه 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 لقيت إشي. وين أروح وين أروح؟ في صوت رجلين. اوه ماي جاد، الله يسامحك الله يسامحك. معي كريم، ليه معي كريم؟ بدي ادهن لها حروقها. هات شو اعمل فيه؟ اوه بقدر احطه هون. لا 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 بي ار دي. طلع لي راس ثاني، قبل شوي طلع لي راس، ولا طلع لي راس واي. اوه 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 يا اخي عم بضل يطلع لي روس، ليه بيطلع لي روس؟ لمين هدول الروس؟ لمين هذا الراس؟ يا اخي ليه معي راس؟ وين احطه يا الله؟ يا بنت الحلال بكفي تمشي حوالي، يا بنت الحلال بدي اطلع شوف وين بحط الراس. جايز بلشت افقد الامل انا، وين لازم احط الراس؟ فتحت الباب، فتح الباب. ام ديد او ماي جاد او ماي جاد او ماي جاد. لا 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 ليه نزلت هون؟ ليه القرار الغبي هاد؟ ايش هاد؟ عم بيحكوا انه عم بيعملوا اشياء تبع ارواح مع كاميلا وكانت حتزبط بس بعدين خربت، فانا بدي اكملها. ايش دخل لي هذا الطفل البريء؟ ما لي دخل بالامور. عادي عادي، نحن عم نحاول ننشر الخير في المكان. اوكي هذا اكيد، هذا مش هذا كاتشب اولا، ثانيا اكيد نحن كمان عم ننشر الخير. اوه لعبه مش مفيده بالمره وما عم تساعدني بشيء. في صوت، هي بدها تنزل لتحت. انا ضعت. ايش هاد كاتشب مره تانية؟ رقم 3 ايش هاد؟ 1 2 3 4 5 4 5 4 3 4. كاتبي هي رساله لكاميلا، عم بيحكوا لي اذا عم تقراي هاد بتمنى ما يكون تاخرتي. هذا رساله من ابوها، هن ابو كاميلا اللي حولها لش... اوه الواضح انه كاميلا حرام مسكينه وصار الموضوع حنموت. حدا متذكر الرقم 5 4 3 4؟ انا اوه في درج. ويت في الخزنه، كانت في الخزنه. ويت هي وين احطها؟ الهولي ووتر وين هون؟ او ام دي ام دي ام دي ام دي ام دي. لا اوكي معي روحين معي روحين معي روحين. انا وين؟ اوكي هون حبلش اشيلهم بعدين حتطلع وراي، فاستنوا لازم نجمع هي للركض. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب يا رب يا الله يا رب 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 يا رب. I'm strong independent woman. بدنا نروح نفتح الكيس، اعتقد الكيس كان فيها 3 بس هدول 4 أرقام، هدول 4 أرقام، كان مكتوب 5 4 3 4، هدول 4، الكيس كان فيها 3 ولا 4. ياه رح نموت. أوه في هذا الإشي كمان، إيش هاد؟ هذا إيش عم بيطلع دخنة؟ هل هي دخنة منيحة؟ ما بعرف، هل هالدخنة حتكون سبب
ما بعرف. هون بطل في دخنة، هون بتزيد الدخنة، هون صارت أكتر. ويت، بدي أمشي بالطريق اللي بتزيد فيه الدخنة. أو الدخنة عم بتزيد، دخنة كتير زادت. صوتها قريب، صوتها قريب. أو في إشي هون، إيش أعمل؟ أو زاد زاد زاد، طلعت لي وردة. لشو الوردة؟ بسم الله الرحمن الرحيم، بسم الله الرحمن الرحيم، رح تطلع لي. We are dead, we are dead. إيش ضل عندي؟ ضل عندي كتاب وصحن الملح. ضل كتاب وصحن الملح. من وين أجيب لها صحن الملح؟ Wait guys، هلا هو كان في 3 حيطان على حسب مذكرتي، كان في 3 حيطان، حيط محطوط عليها 5 و4 يعني 9، وحيط محطوط عليها 3 ومحطوط 4. I think 9 3 4، 9 3. أقولكم أنا مبدعة. لا 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 لا، أرجوكي لا، أرجوكي لا، أرجوكي لا، أرجوكي لا، يا كاملة يا كاملة يا كاملة. هاي لا، ما تقولوا لي موتت. يا الله، ضل عندي محاولة بس. يا الله، ضلت محاولة وأخذت من الكتاب كمان. يا وقحة، إيش هاد؟ قولي أنا حجرة، استنوا. جايز، حاولت، كان ضايل لي بس احط الكتاب واجيب صحن ملح وبفوز. هاد مو معناته انه رح نستسلم، لا 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 لا. اذا عجبكم الفيديو وصلوا ل 30,000 لايك عشان نطلع نكملها مع بعض بلايف، وبشوفكم الفيديو الجاي. يلا باي.